لو الحكايه فيها ان فيتو كابتن ابراهيم المدير الفني فريق اول كره قدم النادي الاهلي، الف مبروك البطوله. عايز حضرتك تكلمنا على يعني ظروف البطوله، المنافسه بشكل ثلاث انديه مصريه. والله طبعا المنافسه كانت في الاول في المجاميع منافسه ضعيفه، ما عدا المجموعه بتاعت نادي الزمالك. كان اول ماتش في افتتاح المجموعه كان مع الترجي، ماتش كويس قوي بصراحه. بعد كده بدات المنافسه، لغايه ما وصلنا لدور الثمانيه، وابتدينا احنا دور الثمانيه بالماتش بتاع الزمالك. ودي بدايه يعني الماتشات القويه اللي فيها جول. كل الفرايد اتكلمت على المستوى الفني العالي ما بين الفريقين. ماتش سموحه كان ماتش بالنسبه لنا احنا عارفين طبعا، لكن هم مش في مستوى الزمالك. بعد كده ماتش الترجي على ملعبه السنه اللي فاتت الاهلي في النهائي برضه، فكان نوع من انواع رد الاعتبار ان احنا نكسبه في النهائي على ملعبه. طب انت يعني الناس اتكلمت قالوا الاهلي تعمد الخساره في اخر ماتش في المجموعه قدام فريق وريج الزفايق عشان يلعب الزمالك ويبعد عن فريق الترجي، حضرتك شايف ده ازاي؟ او كانت ايه حسابات الجهاز الفني؟ انا حسابات الجهاز الفني مصلحه فريقي اللي انا عملته، انا اخسر الماتش دوت عشان اختار طريق تاني غير اللي انا مرسوم عليه. انا مرسوم اتفاك امشي عليه، اقابل الترجي لو كسبته، اقابل النجم لو كسبته، اقابل الزمالك. ثلاث ماتشات صعبه. الاختيار الاخر بتاعي اللي هو المثالي بالنسبه لفريقي، اقابل الزمالك اكسبه، اقابل سموحه اكسبه، اقابل الترجي اقابل النجم اليوم اللي قبل ماتش اهلي والزمالك. فانا بشتغل لمصلحتي، مصلحتي ماليش دعوه بقى بالمثاليات اللي هم بيقولوها ديت. والتراك اللي انا كان لازم امشي عليه انا هكسره وامشي في تراك تاني خالص لمصلحه النادي بقى. الماتش الفاينل مع الترجي يعني احنا راح مننا الشوط التاني، انا قلت ايه اللعيبه عشان يرجعوا تاني ويسكوا فيه؟ لا هي مش كده، هي بيبقى شد عصبي عالي قوي، فاللعيب بيستعجل المكسب. واحنا كنا فارقين في بدايه الشوط، بيبتدي بقى احساس اللعيب بالتراخي شويه في ان لا فرق كبير، مش مهم نقطه، مش مهم الثانيه، تلاقي التيم بيتسحب وبعدين تبتدي يضغط عليك، تبتدي تفقد اعصابك، تبتدي اخطائك الشخصيه انت كفريق هو اللي بيخسرك بس. لكن الحمد لله وفي شوط احنا كنا خسرانين فيه نفس الناحيه النفسيه، خسرانين فيه فرق كبير قوي 6-1، وابتدى هم يحسوا نفس احساسنا كده لسه بادئ ومش خدنا منهم الشوط. الف مبروك على بالك.